ومنتابع مع الحفلات وإنما من المغرب ومع حاتم عمور اللي أحيا أولى حفلاته بكازابلانكا بعد غياب لحوالي سنتين بسبب فيروس كورونا. هذه واحد الحاجه زوينه بالنسبه ليا ان الارتيست في المغرب يقدر يدير حفلات ويقطعوا لي تيكي، هادشي ما كانش. اليوم يعني صممت انه يكون عرض بجوده عاليه باش نكسب الثقه مع الجمهور، باش اي بلاصه مشيت ليها هما دائما كانوا كيتبعوني في الفيستيفال، ولكن دابا تبدلات الامور الحمد لله. انا رجع ليفيلمونسيال اون جينيرال، رجع في القوه ديالو اللي كان، هذه بداية خير. وهالشي ظهر من خلال تهافت الناس لشراء التيكتس، فالحفل كان سولد اوت. دائما الجمهور المغربي يتبع ليزارتيست اللي كيبغي ويخلص التيكي، لان ماشي سهل انك ما ديرش عرض كبير، يعني هذا مكلف جدا، لازم يكون موراه واحد يعني تذاكر باش يقدر الارتيست يعوض يعني كل شيء اللي كيدير مع الجمهور ديالو. والجمهور ليلتها تفاعل بشكل كبير مع أغنية الأول اللي اختارها حاتم لا يفتتح فيها. أغنية عندها نجاح كبير في العالم العربي وتليق بالدخلة ديالها، كيليق بالأمبيونس في الأول، فيها واحد الجروف، فيها واحد الحماس، فيها واحد الحاجة اللي كتخلي البداية ديال الحفل يكون كيحمل أسرار جاية من موراه. أنا الأول وحب المركز الأول هي أغنية كنغنيها لأي شاب طموح، أي رياضي، أي فكاهي، أي يعني رساء، أي واحد كيحلم أنه يكون المركز الأول، فهذا شيء جميل جدا. والجميل أيضا كان حماس حاتم وطاقته الإيجابية على المسرح، خاصة وأن الجمهور المغربي اشتاق له بعد غياب سنتين. اليوم كنت فرحان، دابا أنا عمري ما قدرت ندير هذا الشيء في الصواري اللي فاتوا، ولكن الدخلة هذه شحال هذه ما شفتها. قررت أنني نتمازح مع الجمهور ديالي، ناخذ نهضروا معايا ونهضر معاهم، لأن لاصال جميلة جدا وفيها الصوت كيوصل بواحد الطريقة زوينة، وكنت كنتواصل مع الجمهور وكنضحكوا وكنتمنى نكون خفيف الظل عليهم. والمميز بهالحفل كان تنوع الأغاني اللي قدمها حاتم بين الشعبي، الطربي والوطني، إضافة إلى اللوحات الاستعراضية اللي رافقته. وهالليلة شهدت مشاركة مواهب شابة مثل آدم ومحمد بن مقدم اللي قدموا مع حاتم أغاني على المسرح. محتاجين الدعم من ماشي غير مني أنا، من بزاف ديال اللاعبين، شركات الانتاج، واخا ما كاينينش من عادبين في المغرب. انا كنتنبأ بادم كنتنبأ ليه بمستقبل كبير الى اختار الاغاني الصح، وان شاء الله ان شاء الله اي حاجه يحتاجها انا نوقف معاه بكل ما املك، ف كنشوف في داك الولد غادي ينجح ان شاء الله. شكرا، كنشكروا له بزاف على الثقه ديالو اللي دار فينا، كنشكروه على الاستضافه، وحنا غنكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. كنشكروه بزاف على الاستضافه، وكما قال غنكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. والمسؤولية على حاتم كانت كبيرة بهالليلة، فالحفل شهد حضور لعدد كبير من نجوم المغرب اللي تواجدوا ليدعموه. سعيدة بزاف أنني نلبي دعوتك ونكون حاضرة في حفلك اليوم اللي كله حب ودعم من جمهورك ومن محبينك. حاتم عمور، نبغي نقول لك بأنك أنت صديق وفي، وكنبغيوك بزاف، والمغاربة كاملين كيبغيوك بزاف. كمل في هذا المسار ديالك، لأنك غادي في مسار زوين نقي، الله يحفظك وراك عزيز وغالي. بغيت نقول ليه الله يسر ليه ان شاء الله والله يعاونو. انا متاكده ان لو شو غادي يكون زوين بزاف، و تري بون كوراج ا لوي، والله الله يكمل عليه في لا كارير ديالو ان شاء الله. انت ديفيرون فوسط بزاف ديال الحوايج، شرف الفنان المغربي، وصلتي الاغنيه المغربيه العالميه انا بالنسبه ليا، والعالم العربي كله كيتغنى بالاغاني ديالك، دونك الله يسر لك اخويا، وان شاء الله نشوفك ديما القدام. خويا حاتم الله يوفقك، انا دائما كنقول لك انا فان ديالك، وكنبغي نقول لك اخويا توحشناك وتوحشنا نشوفك سيغ سين. واكيد الجمهور أيضا لأعمال حاتم الجديدة، لهيك هو بدأ بالتحضير لعدة أغاني من بينها تعاون مؤكد مع زياد برجي، وفي كلام على عمل مع سعد المجرد، إلا أنهم بعضهم ما وجدوا الأغنية المناسبة.